مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في شاهد وشواهد. نواصل هذا الأسبوع تلقي شهادة الأستاذ الهاشمي الطرودي، المناظر السياسي اليساري وكذلك الكاتب الصحفي. مرحبا بك سي الهاشمي في شاهد وشواهد. مرحبا بك. وصلنا للسبعينات بعد إيقافك الأول وسجنك للمرة الأولى، وصلنا للسبعينات وصار هناك الكثير من التصعيدات في بداية السبعينات. الحقيقة أن في السبعينات بقيت الحركة معناها مشتتة تنظيميا، حاولت إعادة تنظيم نفسها وتشكلت قيادة في فرنسا تسمى الكوب، معناها القيادة المؤقتة. بعد القمع والإيقافات اللي تلقيتوها مش للرفاق تحت إقامة جبرية، ولكن نشأ جيل جديد وهو الذي أخذ مقاليد الأمور، وفي نفس الخط كانت بقيت الفكرة الماوية هي السائدة، ولكن حصل خلاف عميق حول طبيعة الثورة ما بين اتجاهين أساسيين. اتجاه يقول أن طبيعة الثورة هي ثورة اشتراكية، وأن الحكم في تونس هو حكم برجوازي، وانتفاضة عمالية تؤدي إلى معناها حكم البروليتاريا. وهناك رأي آخر يرى أن تونس ما زالت شبه قطاعية، وتونس لم تتكون فيها برجوازية ورأسمالية حقيقية، وأنها لا تزال دولة غير مستقلة حقيقة، أي تابعة للإمبريالية الغربية. ولهذا فإن طبيعة الثورة هي ثورة ديمقراطية وطنية ديمقراطية، RDN، ثورة وطنية ديمقراطية. بعدين جاءت فكرة الوطنيين الديمقراطيين، هي أصولها وجذورها في هذه الفكرة. وتواصل الخلاف بين الطرفين، لكن بقي تنظيم متماسك نسبيا. وكان الخطأ الكبير هو أن لم يقع أي فهم لحقائق الأوضاع رغم التغيرات الكبرى التي حصلت بعد سقوط تجربة التعاضد وظهور الخط الليبرالي الذي تزعمه أحمد المستيري، ومؤتمر المستير الأول الذي فاز فيه التيار الليبرالي ثم قلب عليه بورقيبة وأزاحه وأطرده، وكان بين الباجي قائد السبسي وحسيب بن عمار وغيرهم الذين كونوا نواة الفكرة الديمقراطية. البرسبكتيف خطأها العميق هي أنها لم تعر اهتماما لهذه التغيرات التي حصلت في دوائر الحزب الحاكم وجناح ضد جناح، وإقصاء ما سمي باليسار الدستوري الذي كان يتزعمه أحمد بن صالح وحوكم أحمد بن صالح، وثم التيار الليبرالي قمع من جديد لفايت معناها الحزب الواحد من جديد مع شيء من الانفتاح الاقتصادي. برسبكتيف لم تعر اهتماما لهذه التناقضات، اعتبرتها صراع داخل أجنحة كلها امبريالية كلها سيئة. كلها امبريالية وكلها سيئة، لكن برسبكتيف اذا وقت قاعدة كان متفرش بالنهاية. كيف تقبلت برسبكتيف اللي كانت تنتقد وتتابع في النظام الاشتراكي وهي اليسارية اللي كان قائم في تونس على رأس أحمد بن صالح بعد سقوط تجربة أحمد بن صالح، ودعوة بورقيبة لأحد أعضاده في النظام ولمحافظ البنك المركزي، يعني توجه أصبح ليبرالي، لأن المسألة الديمقراطية بالنسبة إليها لم تكن مطروحة، كانت حركة ثورية تريد أن تقوم بالتغيير. كيفاش تقبلت صعود الهادي نويرة إلى سدة رئاسة الحكومة؟ أي صراع بين اليمين، شو تقول لي معناها ما يهمنيش صراع ما بين اليمين الدستوري، هذا نقص النضج السياسي في تجربة البرسبكتيف، أنها لم تعر اهتماما للصراع. ولو هي عادت قيمة تجربتها تقييم صحيح لكانت انخرطت في الحركة الجديدة وهي الحركة الديمقراطية، لأن من غير ديمقراطية لا تستطيع أن تدافع عن نفسك، لا تستطيع أن تناظر من أجل قيم ديمقراطية إلا بانقلاب ثوري، وانقلاب ثوري هو نوع من الرومانسية بذلك الحين. لأن هذا الخطأ الأساسي لبرسبكتيف، أنها واصلت التفكير الثوري في وقت تغير الواقع السياسي في البلاد، والتجربة الاشتراكية نفسها سقطت مهما كانت ما أخذنا عليها أو محاسنها، ووقعت انفتاح ليبرالي على المستوى الاقتصادي، ولكن بقي الانغلاق على المستوى السياسي. إذن مجمل هذه التناقضات والتحولات لم تعرها مع الأسف الحركة وبقيت مواصلة. خلينا نقرأه المشهد، يعني الاشتراكية اللي ممكن كانت أقرب لكم الأكثر قربا لكم في الفكر سقطت بالنهاية،
احنا توا ولا نظام ليبرالي انذاك حريه نظام ليبرالي انا اعتبرته الحركه وقتها نظام ليبرالي كومبرادوري تابع وخاصه بعد الوا 72 معناها قانون معناها اللي اعتبرتوها الاجنبي واعتبرناه استغلال للطبقه العامله والتوريد نتاع قطاع الغيار نتاع السيارات نتاع اذا التجربه اذا هي كانت في قطيعه على الواقع هذاك كانت هي عندها حلم ثوري بقيت تواصل هذا الحلم ولكن في نفس الوقت الاوضاع بدات تتغير الوضع حسيتوا انه الحركه عايشه في برج عاجيه لا ليس عايش في برج عاجي معناها بدات وهي ترصد من فوق من برج عاجي تريد كانت غير مهتمه بالتناقضات داخل الحكم والتناقضات داخل الحكم كانت مؤثره لا يمكن ان تفهم واقع سياسي في بلد دون ان تفهم التناقضات بين النخبه الحاكمه ولهذا هي لم تعر اهتمام الاختلاف ما بين بن صالح وما بين الليبراليين عموما ثم ما بين احمد المستيري كتوجه ليبرالي ينادي بالديمقراطيه داخل الحزب ما كانش ينادي بالتعدد الديمقراطي وبعد في المؤتمر الثاني تفكي المنغلق الاتجاه المنغلق اللي تزعمه معناها الهادي نويره ومحمد الصياح وكان بعون من بورقيبه لكن في نفس الوقت الواقع الاجتماعي بعد الهزيمه تاع حزب الدستور معناها هناك نوع من معنويات انهارت الحكم بصفة عامة وقع نوع من الانفتاح الجبري جبروا برجع عاشور أرجو عاشور إلى الحركة النقابية بعد طرده عاد الاعتبار لعاشور عاشور كنقابي أصيل حاول أنه مرة الأولى يتعامل مع الدستور ثم بشيئا بشيئا أخذ مسافة وأصبح يريد يتجه نحو بدأ يستوعب الدرس يعني اتجه نحو الاستقلاليه، لكن هو كان مرن سياسي وداهي، جامعه بورقيبه، جامعه الهادي نويره، جامعه الطرف الاقوى، المفروض كان ياتي مع المستير، لكن لم ياتي مع المستير لانه كان يعرف عنده حس لها احمد عاشور ان بورقيبه قوي وان سيدخل في اصطدام جديد مع بورقيبه ومع الهادي نويره ومع النظام، ولهذا ينبغي ان يتمكن ان يعيد الحركه النقابيه والناس المطرودين والاطارات التي همست في عهد بن صالح وفعل شيئا فشيئا استعاد الحركه النقابيه استعاده انفاسها واليسار وجد فجوه او مدخل للحركه النقابيه. انتم حاولتوا تكونوا محايدين ام لم يتم استقطابكم لم تتم محاوله تدجينكم غير الطلبه اللي في الجامعه يحاول يستقطبهم الحزب. هي كان هناك عدم نضج في تقييم الوضع وهناك اندفاع ولكن يعني ما حاولتوش ولكن شيئا وزن سياسي ولكن شيئا فشيئا الخميرة التي وقعت في الستينات ظهرت في السبعينات فالحركة الطلابية تحررت من هيمنة الدستور وهذا شيء كبير أنا الدستوريين انتهوا من مؤتمر قربة عام 1900 اليسار هو الذي تمكن من طبعا لم يتصرف تصرفا حسنا اليسار ودخل أيضا في انشقاقات جديدة وفي عملية استئصال للدستوريين كما حاول الدستوريين استئصال اليسار ولهذا لم تقم قائمة الاتحاد العام لطلب التوريد ونحن خلينا نسقط التاريخ في المشهد العمالي خلينا نسقط التاريخ الاستئصال والإقصاء هل يمكن أن يكون حل؟ لأنه تونس اليوم زاد كيف نتحدث عن استئصال وإقصاء؟ أي كان الجزء من اليسار اليسار المتطرف كان مع إقصاء الدستوريين بينما كان الشيوعيون أكثر عقلانية وأكثر مرونة أنا ممكن خاطر عندهم خبرة أكثر الشيوعيين أنهم بقوا يتعاملون مع الحركة الدستورية ومع ما يعتبروه أجزاء تقدمية في الحركة الدستورية وإن كانوا ضد المستيري وبقوا مع تفكير كان العامل الاقتصادي بالنسبة لهم والاجتماعي يتغلب على العامل السياسي والديمقراطي لا يمكن أن يكون حلا حسب تجربتي الآن معناها أنا نفسي شخصيا ومعظم القياديين في عام 75-76 بدأوا يميلون للحركة الديمقراطية والحركة التقدمية أنا مثلا اقتربت من النقابيين ومن الشيوعيين وبرسبكتيف انتهت بالنسبه لي كتجربه من عام اربع من عام 75 لكن في الفتره هذيك ما ننساوش لكن الاقصاء كادى الاقصاء والفكره الاقصائيه وفكره التطرف اليساري ادى اولا الى تشتت اليسار الى تشرذم اليسار الى عده طوائف وطوائف متحاربه مع بعضها اكثر ما هي متحاربه مع الاخرين ثم الإقصاء أدى إلى تكسير المنظمة الطلابية إذن كل إقصاء يؤدي إلى تحطيم المشروع الذي تسعى إليه والإقصاء مثل ما كان في الماضي
من أدى إلى تشتت حركة الطلابية ولا تشتت اليسار، فإن كل طرف اليوم يحاول الإقصاء سواء الإسلاميين أو غير الإسلاميين، فإنه سيؤذي التجربة الديمقراطية، لأن التجربة الديمقراطية بالأساس وكما علمتنا التجارب لا يمكن أن تتم في ظل الإقصاء، وإنما تتم في ظل التعايش وفي ظل الصراع وفي ظل الرأي والرأي المخالف وفي ظل الاحتكام إلى صندوق الانتخاب وفي ظل حرية التعبير وحرية التفكير وحرية التنظم وحرية الاختيار. إذن هذا المناخ الذي يمكن أن تعيش فيه التجربة الديمقراطية. أي إقصاء سيؤدي من جديد إلى الاستبداد والدكتاتورية وإلى الانتفاضات الشعبية سواء بالأمس أم باليوم. شو اللي خلى برسبكتيف تتشرذم هكذا وتمشي على روح؟ لأنها فشلت في تنفيذ ما اعتبرته برنامج ثوري للتغيير، ظهر أنه منا في قطيعة مع الواقع، وأن انقسمت إلى اتجاهات بدأت أكثر واقعية وارتباط بالتجربة. أنت طوّت واتجاهات بقيت. هناك من يعتبر أنها كانت عملية تدجين وعملية استقطاب من جهات أخرى وعملية خيانة. لا في أواخر حتى لأواخر الثمانينات، أواخر الثمانينات هي انهارت من داخلها، انهارت من انقساماتها الداخلية. يعني تقويض من داخلي. من عدم قدرتها على المسك بحقائق الواقع متاع المجتمع والتأثير الفعلي فيه. الناس اللي أصبحوا مؤثرين فعلا هم بعض يساريين مستقلين الذين دخلوا الاتحاد العام التونسي للشغل، أو الشيوعيين الذين دخلوا الاتحاد العام التونسي للشغل وأصبح لهم نوع من الحضور في النقابات، وكذلك بعض اليساريين الذين دخلوا للحركة النقابية، وكذلك الحركة الطلابية بعد في أواسط السبعينات وأواخر السبعينات انتبهوا الناس إلى أن الحركة برسبكتيف كانت فعلا انزلقت من أواخر السبعينات نحو اليسروية وأصبحت في قطيعة من الواقع، وأن نهجها من أولها يعني في قطيعة مع الواقع. لا، في أولها لم تكن. خلينا في السبعينات، قلت لك بورقيبة أصبح رئيسا مدى الحياة، يعني والليبرالية في صعود وكان نجمها صاعد. الفترة ذيك رينا أن يجب أنها العمل بالحركة النقابية، الاعتماد على المجتمع المدني، قضية الديمقراطية والحريات برزت بتأسيس معنا مجلس الحريات اللي ترأسه معنا حسين بن عمار، كان له أثره عام 76، ثم بعد في عام 78 جاءت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. إذا التوجه الليبرالي اللي قاد المستيري أصبح له وزن في الحياة السياسية. بالنسبة للبرسبكتيف فشلت لأنها انهارت هي من الداخل، ولأن التجربة التي كانت تعتمدها وهي قدوة وأسوة قد انهارت، تغيرت السين، سقطت الثورة الثقافية وجاء ما يسمى باليمين السيني. آخر معاقل التي بقي بعض اليسراويين المتطرفين متمسكين بها هي تجربة ألبانيا. ألبانيا كانت مضحكة، معناها أنور خوجة وكذا والأخير، معناها يعني أنه ما يسمى بالمد الثوري كله قد تغير، ثم تغير على المستوى العالمي كبير. معناها السين اتجهت ما يسمى بالاتجاه الليبرالي والاتجاه اليمين. إذن فقدت معناها القبلة كانت بكين، والبكين سقطت. إذن والتجربة على مستوى الواقع لم تؤدي إلى نتيجة، ولهذا تشرذمت الحركة اليسارية، أصبحت ليست لها مرجعية بالفعل مرجعية حقيقية، وأصبح الناس الأكثر فعالية هم اللي التحقوا بالمجتمع المدني اللي هو مؤسس خارجهم. بالفعل الكثير من المطالب اللي كنتوا تطالبوا بها انتوما انها حرية التعبير اكثر، يعني وظهور الكثير من الفئات الحزبية، معناها مع نشاط سي احمد المسيري عندما خرج من الحزب بعد المؤتمر الثاني، يعني هناك كيف الشيوعيين اصبح عندهم زاد حضور حزبي تحت شكل اخرى. يعني تونس في فترة معينة في اواخر السبعينات مع الاسف اليسار سي بعام من خرط في التجربة الليبرالية كما ينبغي. الشيوعيين بقوا متمسكين بفكر بن صالح ويعتبروا أن حركة المستيري حركة يمينية نهاية الأمر، ووازنوا بين التوجه الاقتصادي والاجتماعي لبن صالح وبين التحرر السياسي، يعتبروا الديمقراطية الليبرالية ديمقراطية ضرورية ولكنها تبقى شكلية إذا لم يعارضها تحول اجتماعي وتحول اقتصادي. وبالنسبة للبرسبكتيف مع الأسف حتى التحولات التي ظهرت في وسط الحركة الطلابية أفسدتها
بنظرية إقصاء الآخر، أن اليساريين كانوا يقصون كل من هم ضدهم سواء كانوا شيوعيين أو دستوريين، ولهذا انهارت التجربة النقابية الطلابية وتشرذمت. وبالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل اعتبروا عاشور رغم تطور مواقف عاشور والتوجه نحو الاستقلالية وكسر الإضرابات والتهيكل الجديد وال 26 والمفارقة خلصوا بين للصدام 26 جانفي بقوا يعتبروا بعض اتجاهات من برسبكتيف من مش برسبكتيف العامل التونسي، اعتبروا الحبيب عاشور ديما رجعي، وهذا صراع ما بين البرجوازية وبقيت مواقفهم حتى اتجاه الحركة النقابية لم تطور. برسبكتيف العامل التونسي تحسها استحواذ على رثناصة أم أنهم دخلوا بمنعرج بالحركة، دخلوها يعني في مشاكل أخرى؟ دخلوا في حيط بنهاية الأمر، لأنهم بقوا في نفس منها، لم يعطوا أهمية للتناقضات الموجودة في الحكم، لم يعطوا أهمية للمسألة الديمقراطية، لم يلاحظوا بعمق تطورات تشهدها الحركة النقابية الأهمية. عندما تهيأ لهم الحضور فعلي في الحركة الطلابية لم يستطيعوا أن يحافظوا عليها ويطوروها. إذن كان هناك ثم انهيار التجربة العالمية للموية وغيرها وتأثيرها، كان كل هذا أدى إلى الإحباط، أدى إلى تشرذم الحركة. حيث تقولي انتهت الحركة برسبكتيف العامل التونسي في بداية من عام 75، بعد ذلك ظهرت شيئا فشيئا بقيت بقاياها. كيف تبرعت هذه البقايا؟ ثم جزء كان على تخومها، تكون على تخومها وحركة الوطنيين الديمقراطيين كانت على تخوم برسبكتيف العامل التونسي، والعامل التونسي تكون ما يسمى بالشق السائد، أي دنويرة يسمى الخط السائد، أي دنويرة وقال وطني وكذا ويزم مساندته وفكرة عالم ثلاثية إلى غير ذلك. وثم جزء بقي متمسك بتطرفه وبمويته، فانبثق تيارين، تيار اللي كان اعتني بالاسماء نجيب الشابي، نجيب الشابي كون الموقف ثم كون حركة الحزب الاشتراكي التقدمي، وحمل همامي اللي كون حزب العمل الشيوعي. هذه آخر إفرازات العامل التونسي برسبكتيف، تمحورت في اتجاهين، اتجاه حمل همامي اللي حافظ على ما يسمى بال يعتبر هو مواصلة للخط الثوري لبرسبكتيف، وما بين نجيب الشابي اللي مال نحو الواقعية السياسية وأراد أن يدخل الحياة السياسية خاصة في مدخل الثمانينات وكون جريدة الموقف وكون حزب لم يعترف به، اعترف به بعد لكن قبل هذا نوفمبر. لكن قبل هذا نجيب الشابي جات في فترة معينة، خنرجع بيك انه هذا الإيمان بهذه الثورية وباللجنة الثورية والتسلح والجهادية، وما ننسوش اللي نجيب الشابي هذا انتهى مع 75 76 مشاو لبيروت للتعلم والتدرب على السلاح، هذا ما يسمى الاتجاه للرجوع للجهاد واخذ السلطة يعني بقبضة السلاح. اي هذا الاتجاه الثوري، هذا يسموه اتجاه الحركة الديمقراطية. من طبيعة الثورة هي ثورة ديمقراطية وطنية مسلحة، وبعد ذلك يعود للواقعية السياسية. كانوا يعتقدوا أن الشعب حرب طويلة المدى لإسقاط النظام البورقيبي. خلينا نتوقف عند هذه المصادمات، مصادمات 26 جانفي 78 اللي اليسار الحقيقة كان قريب من العمال آنذاك، وانت قلت لي اقتربت من العمال أكثر فأكثر، انت أكيد وجمع عليك سمينا الأسماء والجماعات اليسارية آنذاك كيف كانت تنشط سير هجمي؟ ثم الشيوعيين كانوا حاضرين في النقابات، مثلا في نقابة التعليم الثانوي مثل صالح الحاجي كان بتاع رقابة التعليم الثانوي مشارك، ثم في التعليم العالي كان هناك جنيدي عبد الجواد، وكان الطيب بكوش كان قريب للشيوعيين آنذاك، وكانت هناك مجموعات مستقلة يسارية كانت في الحزب الشيوعي أو كانت في قريبة من برسبكتيف، ولكن خرجت في العمل النقابي وابتعدت عن الحزبية مثل صالح الزغيدي، مثل محمد صالح الخريجي، مثل جيجا. إذا هذوما كونوا نوع من التيار المستقل، وكان هناك الوطنيين الديمقراطيين مثل كحلاوي والعبيدي وغيرهم. إذا كان هناك وكان تواجدهم أساس في نقابات التعليم وفي نقابات البنوك. سالم رجب
كان معنا وصلنا للمصادمات 26 جان في 78 بعد عملية كروفر ما بين الحكومة في المفاوضات والاتحاد العام التونسي للشغل. عملية 26 جان هي نستطيع نسميها هي تفكك البلوك ستوريك، معناها الكتلة التاريخية ما بين حزب الدستور وما بين الحركة النقابية، لأنها تقطعت بصفة نهائية، بل ثم مصادمات وعودة وكذا، ولكن كانت القطيعة عام 78 لأنه صالح معناها حبيب عاشور في قطيعة مع الهادي نوير رغم كانوا في تحالف معناها من بداية السبعينات، والسبب هو الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على تونس. الخيارات الاقتصادية الهادي نويرة معناها نجحت في الفترة الأولى مع اكتشاف البترول، مع حرب 73 اللي غلت أسعار البترول، مع مواسم فلاحية جيدة أمكن الحركة مع الواسو صندوز معناها تكون عدة معامل معناها والرأس مال الأجنبي، لكن بعد الأزمة الاقتصادية من 76 و 77 معناها أصبحت الدولة في حالة وضع ركود اقتصادي، وهنا وقع الصراع ما بين أن الهادي نويرة حاول تحميل معناها الأزمة للطبقة الشغيلة، فوقع معناها ما يسمى بالعقد الاجتماعي، ولكن العقد الاجتماعي مع غلاء الأسعار جاء ضده لحب عاشور في نهاية الأمر بعد ما وافقوا، ووقعت صدمات ودخلت مشكلة الخلافة على الحكم، خيمت وصراع على الخلافة، واستقال وقتها طاهر بن الخوجة و محمد الناصر وأربع وزراء استقالوا، ضد القمع اللي هو اخترت وقتها الحكومة القمع، حكومة هادي نويرة كان فيها الجناح المتصل عبد الله فرحات محمد صياح، ثم أتوا معناها وقت اللي وقيل بالخوجة معناها جابوا بن علي مدير الأمن، وهو الذي تولى قمع المتظاهرين قمع أحداث 26 جانفي، ومن ذلك الحين دخل الحياة السياسية بقوة لأنه وقتها الهادي نويرة قالوا كيفاش باش نواجه الوضع هذا، جاء عبد الله فرحات قالوا أنا عندي شخص معناها الشخص المناسب في المكان المناسب هو مدير المخابرات العسكرية، قالوا نحلوا زي نتاعو العسكري ويلبسوا زي مدني ويجيبوه لي. بالنسبه لك انت الانفصال سي حبيب عاشور وخروجه من الديوان السياسي، وكذلك انفصال الاتحاد العام التونسي للشغل عن الحزب الدستوري انذاك، هل تعتبر انه تصحيح مسار وانه كان خطا استراتيجي عندما التحق الاتحاد العام التونسي للشغل بالحزب الدستوري وانه قياداته كانوا هوني وغادي؟ في بداية السبعينات لم يكن هناك خيارات كثيرة بالنسبة لحبيب عاشور، الخيار الوحيد والواقعي وهو إنسان مجرب سياسيا أنه لا يدخل في صدام جديد، لأن الاتحاد كان في صدام متواصل معناها صدام وعودة، ولكن الصدام الأخير ربما كان باش يفكك الاتحاد، ولهذا هو تحالف مع الشق القوي مع الهادي نويرة بورقيبة، وبان أنه تخطيطه وتكتيكه كان تكتيك صحيح واستراتيجيته كان صحيح، لأنه استعاد الاتحاد قوته، ولو كان استعاد سقوط في السبعينات راهو مات بعدها، هو حياته الآن ناتجة على العودة للحياة مع الحبيب عاشور في بداية السبعينات ومع الأحداث هذه، لأن الأحداث هذه ولا صدى عالمي كلها مع بداية الثمانينات ورحيل سي الهادي نويرة عن الحكومة بالمرض نتاعه وتسمية سي محمد مزالي. سي محمد مزالي ممكن حاول أنه يكون أقرب إلى اليساريين وحاول استقطابه ومفتح أمامه ليس أقرب اليساريين، هو نتيجة انفراجة سياسية، هو في مؤتمر 79 مؤتمر وتسمية طيب البكوش الحزب الدستوري على رأس الاتحاد وجاء فيه الجيش وأداره معناها زين العابدين بن علي وسقطوا فيه محمد الصياح وانتخبوا فيه الهادي نويرة، الغلطة اللي عملها الهادي نويرة انتخبوه من المؤتمر، جات وسيلة بورقيبة والطرف الآخر المعادي للطاهر بالخوجة وغيره قالوا باش يوقع انقلاب عليك وكذا معناها الهادي نويرة، سموه مؤتمر الوفاء والتقدم، يعني أنه كانوا هما ماشيين في خلع بورقيبة بالفعل عبد الله فرحات، تحالف عبد الله فرحات
ذلك ما يذكر عبد الله الفرحات والهادي نويره. الصياح أبعد، معناها الصياح أبعد وجاء في آخر القائمة، وبورقيبة عاود فرض وقت عمل العدوى طرد عبد الله الفرحات، بورقيبة خذ الزمام خلى الهادي نويره لأنه ما عندوش بديل وقتها، وأبعد الهادي البكوش ذهب لأنه هو مهندس المؤتمر وهو اللي جاب بن علي وكانت عنده علاقة من وقتها مع بن علي، وأبعد ذهب سفير كذا، وكذلك بن علي ذهب سفير أبعد. و نحكي لك جات أحداث، جات أحداث قفصة، جات أحداث قفصة فغيرت الموازين، ومرضة معناها الهادي نويرة، معناها أصيب معناها بالفلس كما يقال، وابتعد عن الحياة السياسية وعين صفة مؤقتة بورقيبة مظالي، ثم ثبته بعد أن استحال، بعد أن مرض الهادي نويرة مرض مستبحل معناها لم يعد بإمكاني. محمد مظالي واليساري كيف سيدخل الحياة السياسية؟ الاتحاد التونسي العام التونسي شغل معارض للحكومة، أحداث قفصة والأزمة مع ليبيا وطرد العمال والأمن القومي منخرم، وظهر بالكشف أن البوليس معناها كان ما نعرفش متواطي ولا غير متواطي من علي وقتها، معناها ما نجموش يواجهوا أحداث قفصة بالتدخل الفرنسي، معناها تدخل معناها إعانة فرنسية، وبانت هشاشة النظام من ناحية. إذن كان هناك اضطرار إلى أن يقع انفتاح سياسي، انفتاح على المعارضة الديمقراطية، وانفتاح اللي هي جاية من الحزب معناها محمد على أحمد المستيري، الاشتراكيين الديمقراطيين وقتها بدأوا ظهروا للعلن معناها وأسسوا حزب، ثم وقع رفع الحظر أول خطوة. بورقيبة قال أنا عمل خطاب الشهير وقال لا أرى مانعا في تعددية الأحزاب بشروط معينة، بشرط معناها المحافظة على الوحدة القومية وعدم التدخل الأجنبي والحفاظ على استقلال تونس. وهل كان بورقيبة وفي صفقوله وقتها تصفيق كبير محمد مظالي، لأن هذا الكابيتال باش يدخل به محمد مظالي، أو جاب الديمقراطية باش يعطي نفسه الشرعية. محمد مظالي لم يكن حزبيا قويا، لم يكن له حضور في الحزب، لم يكن له حضور في النقابة، حضوره الوحيد هو أنه الكابيتال الجديد هو بورقيبة. ما كانش بدل الكلام يقولوا ما هو صفق وقالهم راهي ضره باش يجيكم كل مرة جديده التعدديه هذه، راهي باش يجيكم احزاب تحلكم السلطه وكذا، باش يجيكم ضره معناها وانتم فرحانين به. الى وقتها رفعوا الحظر على الحزب الشيوعي وسامحوا على مع وحده الشعبيه ومع الاشتراكيين الديمقراطيين معناها ينشطوا كانهم في عام 83 وقع الاعتراف لاول مره بحركه الاشتراكيين الديمقراطيين والاعتراف بالوحده الشعبيه كحزب، معناها ولت احزاب قانونيه، ولت عندنا ثلاثة احزاب قانونيه الى جانب حزب الشيوعي الاشتراكيين الديمقراطيين حزب الوحده الشعبيه. وفي الاثنين خرج الاسلاميون يعني حزبان من الدعويه الى وبقي حزبي اليسار لم يتم الاعتراف بهم اللي هم وهما حزب نجيب الشابي معناها الحزب الاشتراكي التقدمي وحزب العمال الشيوعي، لم يتم الاعتراف بالحزب الشابي الا بعد 7 نوفمبر، وبينما حزب حمل همامي لم يتم الاعتراف به حتى بعد 7 نوفمبر لانه ما صحش على الميثاق الوطني حمل همامي اللي توجور اترنال اتيديون كما يقولوا تفكيره. انتم استبشرتوا ب 7 نوفمبر واعتبرتوها ميثاق فيها البيان فيه كل احلامكم وطموحاتكم السياسيه. وقتها احنا كنا في المبادرة الديمقراطية اللي قلت لك عليها، احنا كنا مستقلين جايين من برسبكتيف من الشيوعيين وغير مستقلين ايضا، كما دخل معنا وقتها هشام قريبة، طيب البكوش، محمد الشرفي، قسيلة، فوزي العربي من الشيوعيين، صالح الحاجي من الشيوعيين، عديد ما وصلنا باش كونوا حركة لبس بها بيجي 100 واحد، بدينا ننتشروا كنا باش كونوا جريدة يومية، جريدة يومية وقتها سموها تقريب الجمهورية وقتها حاجة، اتفقنا وقتها معنا باش تولاها محمد الشرفي هو اللي تولها معنا الأمور هذه باش كونوا. وفي الأثناء جاء 7 نوفمبر بعد الديمقراطية وقتها قصفوا، ثم جماعة مشاو جراوا للحزب، دخلوا الحزب قالوا هاي كما قلت أنت أحلامنا تحققت، و البعض الآخر بقي متحفظ
أنا شخصيا رفضت باش تدخل الحزب. ووقتها عندما تحدثت مع مستشاري الرئيس وقتها الرويسي وكربور قلنا له هنا ندخل كتيار. وقتها حامد القروي طيب بكوش قالوا لا اللي يحب يدخل واحد وحده كفرادة، أما هنا ما عندناش حزب فيه تيارات سياسية. والحقيقة كان ثم وقتها ثم أفكار مختلفة حتى تكوين حزب جمهوري حول الرئيس وقتها عبد الباقي الهرماسي من أطلع بالفكرة هذه. ثم الهادي بكوش كان له تصير كبير بعد قروا عليه شو الحزب حاضر حناخذوه هو ونبدلوا له اسم. حزب قالوا عندك جهاز وعندك براي وعندك قوة وكذا ونجم نغيروا توجهات الحزب أما نحافظوا على الحزب. ولهذا من الأجل المركزية وقع صراع كبير، ولهذا خلوا كلمة الدستوري سموه التجمع الدستوري الديمقراطي. بعد 7 نوفمبر الحزب تجمع، أولا مش يجمع لأنه مش يجمع ناس أخرين غير الدستوريين يعتبر روحهم منفتح، ثم الدستوري يحافظ على أنه هو كونتينيوتر مواصلة به. أنت في عهد بورقيبة تم سجنك وتم إيقافك، وفي الفترة الأخيرة خاصة من حكم بورقيبة يعني صارت هناك إيقافات لجماعة برسبكتيف، ولكن بعد خروجهم من العمل التونسي وبعد كي خرجوا دعاهم بورقيبة للحديث معاهم. هذا الفوج الأخير لأن احنا على أفواج. احنا الفوج الثاني عام حكمنا عام 74، بعدين ثم فوج آخر اللي فيه بالحاج يحيى وحمل همامي. هذا الفوج الأخير وقت هزوا منهم جماعة قالوا ما ينهزوكم بورقيبة، منهم حمل همامي وبالحاج يحيى. حكى عليها بالحاج يحيى في الكتاب متاعه معناها اللي عمله في المذكرات، ووسيلة بورقيبة حاولت باش تصلح وقتها وقابلوا بورقيبة ووقت اللي كلموه قلت لهم راهو قبل ما يدخلوا قلت لهم وسيلة راهو ديكتاتور عارفك باش تحدثوا معاه صار حتهم بالحقيقة ما يقبلش الكلام وكذا. عاد نظن حمل همامي ولا واحد من الاولاد قال له حاول تقنعهم من قالوا قالوا كيفاش تكونوا انتم انا اللي كونتكم الحزب يجوا تعارضوا فيا وكذا واش يعارضوا. قالوا لي ضربوكم، انا ضد الضرب وضد التعذيب وهذا بورقيبة تبرى منهم بورقيبة قال حمل همامي قالوا يعني. حمل همامي ما هو الدستور ينص على الحريات قالوا الدستور الدستور ماني عملته انا اللي كان عملته انت تتكلم فيه على الدستور. قالوا الفصل كذا اللي تحكي عليه تنحيه هنا عملته هكا انا اللي عملت معناه. الدستور وانا رجعتك وانا اللي قريتك وانا اللي كذا وراكم صراع. قالوا راكم جيش انا راكم صراع راكم تصرعوا. حيث هذه المقابله اللي صار بورقيبة وقتها. بورقيبة راه انتهى سياسيا منذ اوائل السبعينات ما عادش يحكم بالفعل. هذه المرة حكم بالسبعينات كان هو الحاكم الفعلي معناها لأن بورقيبة كان مريض وكان مخفي المرض نتاعو. بورقيبة كان لأشهر عديدة يفقد وعيه ويفقد أي ارتباط بالحياة السياسية، والهادي المرة كان هو الحاكم الفعلي. حتى بورقيبة يفدلك مدة مرة على شكي بن ميرة ولس الهادي جاء فطر معاه وكذا. عاد بورقيبة عنده نكتة وصاحب نكتة وكذا عاد ويعرف بورقيبة اللي الأمور كل في يد الهادي ما عادش هو لأن وقت الوزير الأول عنده حق حتى تحريك القوات العامة نحاها بعدين بن علي يعني أنه نجم يحرك الجيش ونجم يحرك هو. عادي فلك عليه قال له السيد الرئيس قالوا أنا رئيس قالوا بوك ما خلى لي شيء. بوك قالوا نحلي كل الصلاحيات اليسار التونسي هذا في عهد بورقيبة، لكن في عهد بن علي انت رفضت للدخول للحزب برفضهم لوجودك في عهد بن علي. كيف كان مسار الهاشمي الترودي على امتداد 23 سنة؟ أنا مع بداية عهد بن علي وبعد فشل التجربة أنه ندخل كتيار للحزب الدستوري وكذا وانهيار المبادرة قلت هذه آخر عمل سياسي يقوم به. أنا انقطعت على العمل السياسي المباشر حتى لا يعمل معاش صعب يعني واتجهت تماما وجدت نفسي في العمل الصحفي. دخلت جريدة المغرب مراسل صحيفة أجنبية ونظرنا بالحقيقة ونحن نشكر هنا لمؤسسها أخينا والصحابي الكبير عمر صحابه لأن وانت عدت إلى جريدة كنا معه وتعلمنا منه وتعاضدنا جميعا وكانت صوتا فعلا لكل التونسيين. عنوش يحبوني النهضة لأن كنا في الحقيقة مفتوحة وسندنا الإسلاميين وحقهم يناديوك الشيخ
أنا لا أشتغل لأني أنا أصل تعليمي تعليم زيتوني، أنا كنت زيتوني. وهذه من المفرقات إنه تعليمك زيتوني وأنت مرتمي في أحضان اليسار، ودائما اليسار في الإنسان يتطور في طال حداد كان زيتوني. لا لا، ما هو كان من دائما إنه اليسار يكون خريجي الجامعات الأوروبية وهم التقدميين، وإحنا لكن أنت زيتوني مروه وغيره خريج جامعة النجف في بيروت. لا مش بالضرورة. أولا لأني أنا تكوين تعليم زيتوني، والتعليم زيتوني كان حركة إصلاحية وتقدمية في حركة طلابية تقدمية. ثم من ناحية ثانية أني أنا قريت في لامباب في المدرسة الترشيح للأساتذة المساعدين، وقرأت على أساتذة فطاح اللي هم اللي كونوا الجامعة التونسية حقيقة، مثل عبد القادر المهيري، مثل عبد السلام أنا محمد عبد السلام، مثل عبد الوهاب بوحتيبة، مثل الشاذ الفطوري، مثل محجوب بن ميلاد. فخرا كنت من التلاميذ المتميزين في قراءتي، ولهذا المسعدي حضر لي الدرس التطبيقي وكان في الصادقية وقتها، وكان بحضور بكير، أنا كان مدير الصادقية بحضور عبد القادر المهيري. حضر المسعدي وقتها شكرني وقال لي عندك مستقبل في التعليم، قال لي أنا ما تدخلش في العدد، أعطوني 14 وقتها في لكن في التعليم. وبعد ذلك لم توصل التعليم، أخذت تخدمك في المدارس الحرة بعد ذلك. لا وقتها أنا في عام هذا يروا في عام 63 قبل ما ندخل برسبكتيف، وقت عينوني أول القري في التعليم عمري 19 سنة في المعهد الفني بيرادس. كيف كان وضع اليسار في عهد القسم العلي؟ ثم اللي دخلوا معناها الحزب الدستوري أو اقتربوا من الحزب الدستوري، وثم الحزب الشيوعي في المرة الأولى، كان الحزب العمال الشيوعي كان المرة الأولى أيضا هو كان عنده علاقات مع السلطة إلى آخره. ثم بعد ذلك يخدر سقط أبو محمد حرمل، ولا حزب يتم دعوتهم حزب نجيب الشابي أخذ تقلبات، اقترب من السلطة إلى حد كبير، ثم ابتعد عليها فيما بعد شيئا إلى القطيعة. ثم الحزب الشيوعي بقى عمل نفس السياسة المساندة النقدية، حافظ على نفسه وبقي شرعي، ولكن لم يكن له مواقف نقدية تجاه التجربة، ينقد ولكن. ودخل بعد قانون الأحزاب مع الاشتراكيين الديمقراطيين، اللي قسموا كان الاشتراكيين الديمقراطيين كانوا معناها بالدولية معناها الاشتراكية، وكانوا يعتبروا حزب تقدمي، ولكن وقع الخلاف ما بين استقال المستيري، وقع الخلاف ما بين معاوية ما بين محمد موعدة وبن جعفر والشماري، أبعد بن جعفر واستولى محمد موعدة اللي هو بعد تخلى مع بن علي، وبعدين تعارض مع بن علي، وبعدين سجن وخرج ورجع لبن علي إلى آخره، وانهارت حركة الاشتراكيين الديمقراطيين اللي كانت هي حركة قوية وكان لها مستقبل. الحركة الوحدة الشعبية أيضا قسمت على نفسها، ثم اتجاه تاع الحاج عمر الوحدة الشعبية صار تشرذم القانوني من داخل الحركات، وبقيت الوحدة الشعبية الأصلية للزعامة أحمد بن صالح بقيت غير قانونية بعدين ما اعترفوا بها أخيرا. هذا وضعية اليسار لم يكن له، والحقيقة القمع الرهيب بن علي لم يترك أي فرصة لعمل سياسي، كانت حقيقة الشيء الوحيد هي رابط حقوق الإنسان ناضلت وجمعية الحريات والمثقفين مجتمع مدني، عمل صعب جدا. والحزب الشيوعي بقي العمل الشيوعي يشتغل في السرية كما هو معروف. قامت ثورة 14 جانفي، أو أنت تعتبرها من عشان تعتبرها بالفعل ثورة، هناك من يعتبرها مجرد انتفاضة، خاصة مع يعني الأحداث الأخيرة في تونس والواقع اللي قاعدين نعيشوا فيه توا. كيفاش قيمت هذه الثورة وشو كنت تنتظر من هذه الثورة، وهل لبت هذه الثورة انتظاراتك أنت المناضل اليساري؟ من يستدعي الكثير من الكلام، لكن اختصر بكل اختصار، من أنا نعتبر أن الثورة قامت على الحيف الاجتماعي من أجل مطالب اجتماعية ومن أجل الحريات، والشعارات التي رفعتها كانت شعارات أنها ضد العولمة المتوحشة، لأن قضية المناولة مثلا، قضية الأجور العمال، الانفجار الاجتماعي الذي حصل يدل على أنها حقيقة هي في قلب مناهضة العولمة المتوحشة، ومع ما يعقد اليوم في تونس مع المنتدى الاجتماعي. إذن هي عندها بعد، البعد هذا لم يركز عليه وهو البعد الاجتماعي القوي، وكأنها هي
انطلاق معارضة ضد العولة المتوحشين. وش معناها المناولة؟ هي معناها الاستعباد العمل من جديد، وهذا ما جاءت به ما يسمى بالرأسمالية المتوحشين. ثم نادت بالحرية ونادت بالكرامة بالمواطنة. والثورة هذه بقت وفية لهذه المبادئ؟ تعلم شغل لعب دور كبير، وان كان بعد طمس وقام الدعايات ضده، ولكن مقراته مع لاته في الجهات وهي معناها قواعده الوسطى وقواعده الجهوية هي اللي تبنت الحركة وناضلت، وأضراب صفاقس معناها ثم بعد أضراب تونس الطرق والاتحاد الجهوي، إذن كان لها دور فعال. وكانت الحركة اليسارية متواجدة أكثر من الإسلاميين فعلا معناها في الحركة ولكن الثورة تفتقر لقيادة وتفتقر إلى برنامج، والطبيعة تأبى الفراغ. ولهذا بعد موقع الانفتاح والثورة أعطت الحرية لكل الناس، أعطت الحرية للإسلاميين فرجعوا من لندرا ومن المهاجر وخرجوا من السجون، أعطت الحرية لليساريين، أعطت الحرية للجميع، وتشكل المشهد السياسي من جديد على الواقع السياسي الذي كان قائما قبل الثورة. ولهذا نجد الأطراف السياسية التي كانت فاعلة قبل الثورة هي أو القوية كانت هي التي برزت في الأخير، مثل الحزب نجيب الشابي والحزب الشيوعي معناها حركة التجديد، ثم الحركة الإسلامية. هل بقيت وفية لهذه المبادئ هذه الثورة بعد سنتين أو أكثر منها؟ بعد سنتين الثورة لم تنتهي ولم تكتمل، معناها الصراع مازال متواجد، لم تتبلور الثورة إلى أين. دخلها نزاع ايديولوجي كبير حول هوية المجتمع، حول الدستور كيف سيكون. في الحقيقة ثم انقسام مجتمعي واضح ما بين قوتين أساسيتين في المجتمع، ما بين قوة ما يسمى بالجبهة الديمقراطية الواسعة التقدمية التي مع نمط مجتمع حداثي تقدمي يوم بحقوق الإنسان والحريات ويميل نحو ما العدالة الاجتماعية هذا، وبين توجه إسلامي يتبنى الفكرة الديمقراطية ولكن بمرجعية إسلامية وبرؤية إسلامية. وهناك جبهة إسلامية تتشكل اليوم رأي، فالسلفيين ليسوا بعيدين على حركة النهضة، وحركة النهضة منها تشكل مفهوم الجبهة ما يسمى بالجبهة الإسلامية. إذا ثم جبهة إسلامية تيار إسلامي، ثم ما يسمى بالتيار العلماني الحداثي التقدمي، وهناك مشروعان اجتماعيان يتصارعان، والثورة نتائجها أو أهدافها ستحقق بمدى ستفصل بين مدى في هذا نجاح الصراع، مدى نجاح التعايش بين هذين الطيرين، لأن يعني يمكن توقع حرب أهلية. الغلبة لا يمكن أن تكون لأي تيار، لأي تيار، وأنما سيهاش بيوصل بك التشاؤم أنه ممكن تصير حرب أهلية في تونس إذا الحرب إذا لم يقع حقيقة توازن سياسي يؤدي إلى التعايش وإلى فرض التعايش بين التيار الإسلامي وبين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وبين الأحزاب العلمانية، يمكن نصير إلى الفوضى وإلى تفكك الدولة وانكسار أجهزة الدولة نفسها الآن مخترقة سواء في الأمن، ويمكن غدا يخترق الجيش، الإدارة اليوم في الصراع معناها مخترقة. إذن فإذا لم يقع، لأن إذا كانت تزيف الانتخابات لن يقبل الناس تزيف الانتخابات، إذا كانت الحركة ترايك الآن أو النهضة ستخسر الانتخابات قد تعمد إلى تزييف الانتخابات لتبقى في السلطة، بحيث في كلا الحالتين يمكن يقع صدام اجتماعي. لكن كيف اليوم مخرج تونس، كيف نصل إلى انتخابات حرة وشفافة يمكن أن ترضي الجميع مثل ما أرضت انتخابات 23 أكتوبر الجميع؟ وهي هذايا هدف صاير عليها لغط أنه صار فيها صعب المنال، صعب المنال حتى انتخابات 23 أكتوبر نسمع من هنا وهناك لغط أنه كانت لم تكن بهذه الشفافية التي تحدثنا عنها، لم تكن بالشفافية الكاملة، ولكن معناها في معطيات تونس حققت الحد الأدنى. نحن نعتبر أن نعمل أن تكون الانتخابات القادمة أهم من الانتخابات، ولكن ليس بالأمر سهل، لأن هناك حقا تجاذبات سياسية، هناك مسألة العنف السياسي لم يحل إلى الآن على قاعدة صحيحة، هناك حيادية
الوزارات وقعت ولكن الحيادية لا يمكن أن تتم إلا بحيادية الإدارة. لا يمكن مثلا تقول وزير الداخلية أنت محايد ثم الطاقم الذي يشتغل حوله هو الطاقم الذي عينه علي العريض، ولا يمكن لوزير العدل اليوم بن عمه أن يقيم حقيقة ويخدم نفس الطابق الذي، لأن سياسة علي العريض أحببنا وكرهنا وسياسة البحيري كانت سياسة متحزبة، كانت سياسة تستغل لحركة النهضة، والدليل على ذلك هي التعيينات التي وصلت آلاف وفي مفاصل الدولة، الولايات، السلطات المحلية، النيابات الخصوصية، يعني كل ما هي قوى قريبة من المواطن ولها صلاحيات الولاء وصلاحية اعطار القصد، صلاحية الإعادات، صلاحية. إذن يمكن الإدارة إذا لم تكن محايدة وإذا يتغلب النابع الحزبي أن تشتغل لفئة حزب معين، وهذه القضية الأساسية اليوم. معناه ترجع المربع الأول مربع الحزب الحاكم. الإدارة يا ترى حكومة العريض ستقوم بجهد فعلي تخلي وزير الداخلية يتصرف كما يشاء ووزير العدل يتصرف كما يشاء ويغير ويمارس حقيقة حياديته، أو ستبقي الأمر مواصلة ولكن بغطاء وبشكلية أن هناك حياد وأن هناك معناها. وحينئذ فأنا يكون من الأفضل أن نرى من الأفضل ابن عمه ومن جده أنهم يستقيلوا لأنهم ما يشهدوش شهادة زور، إذا رأوا أن الأمور لا تسير أفضل لهم أن لا يكون شاهدي زور وأن يريح ضمائرهم، لأن هناك تعلق كبير من طرف المجتمع المدني وينظرون أن يعلقوا أمال على هذين الشخصين لإنهاء العنف السياسي، لإرسال خطوات فعلية نحو أمن جمهوري، لتحقيق استقلالية القضاء عن التجاذبات السياسية. هذوما غير هذوما ثم انتخابات حرة. خلينا نحكيه على مرجعيتك السياسية، اليسار التونسي، اليسار بعد الثورة، اليسار بدأ متشرذما في الانتخابات الأولى وحصل على 0.0، لكن هناك مراجعة للذات خاصة مع المرحوم شكري بالعيد اللي واليسار جمع صفوف، واليسار أصبح جبهة عريضة، واليسار أصبح شيئا فشيئا مقترب من الوسط ومن أكثر اعتدال ممكن، وخاصة الفترة الأخيرة شكري بلعيد قبل وفاته كان صار حديث حتى على التحالفات مع الحقيقة ومع جبهة كاملة من أجل تونس. نلاحظ بالحقيقة اتجاهين في اليسار، ثم الاتجاه الأقرب الأكثر ارتباط بالفكرة الديمقراطية ويعطي الأولوية في المرحلة الحالية إلى نمط المجتمع وإلى الحفاظ على النمط التونسي وعلى الروح التونسية وعلى الخصوصيات التونسية وعلى المكاسب الحدثية التونسية سواء ما يتعلق بالمرأة وما يتعلق بمختلف مجالات. وهناك هذا يمثل المسار، يمثل الحزب الجمهوري إلى آخره، يمثل بعض التوجهات داخل النداء نفسه. وهناك ما يسمى بأقصى اليسار الذي يمثله الجبهة الشعبية. فماش فئات معينة ديزونتيتي معينين في الجبهة الشعبية؟ هل تعتبر أقصى اليسار اليوم؟ قبل كان الوطن، لكن توا أقصى اليسار شكون يمثل؟ ولكن بينهم حساسيات، بينهم حساسيات. هل ترى أنه الجبهة الشعبية معناها هي بيدها ستقوض نفسها من الداخل لأنها تناقضاتها كامنة فيها؟ الجبهة الشعبية هي خطوة إيجابية لأنها حاولت أن تجمع أجزاء اليسار في البداية، ولكن بينها خلافات، وهذه الخلافات برزت بوضوح حتى قبل اغتيال الشهيد. أن ما يلاحظ، وأنا شخصيا كنت أعتبره يساري متطرف نسبيا شكري بالعيد في البداية، ولكن خطابه نحا شيئا بشيئا نحو نوع من الواقعية ونوع من الوسطية ونوع من تغليب القواسم المشتركة ونوع فتح الحوار مع الآخرين، ما في ذلك ما يسمى نداء تونس وغيرها، يعني ما يسمى كل القوى الديمقراطية. بينما نلاحظ أن الحزب العمال الشيوعي التونسي بقي محافظا على نوع من الأرثوذكسية واليسروية اليسارية. أنا نعتبر، وهذا يمكن نكتب عليه مقال أنا قاعد حاضر فيه المغرب، أعطينا سبق أنه الجبهة الشعبية أداها السياسي لم يكن في مستوى حدث اغتيال بالعيد، ما كانش مناح الجبهة الشعبية نم يا حبيبي قاعدة تتفكر وقت اللي حركة النهضة أصبحت تتفكر ما بعد 6 فيفري وجاء جبال وطرح المبادرة بتاعه. الجبهة الشعبية بقيت تفكر بخمسة فيفري وقالت أنا ما زلت في نفس، أنا لا مع النهضة ولا مع نداء تونس.
بينما كان الواقع السياسي وكالملايين اللي خرجت أو مئات الألاف اللي خرجت معناها للتشيع جنازة ما عرفتش تستغل الظرف جنازة بالعيد كانت ضد العنف السياسي ومن أجل الجبهة الديمقراطية ما كانوش مع ايديولوجية بالعيد كانوا مع تونس مع النمط التونسي المعتدل المتسامح إذن كانت ضيعت الفرصة الأساسية أنها ما دعتش وقتها إلى جبهة ديمقراطية ضد الفاشية الجديدة تمشي من نداء تونس إلى أقصى اليسار كل القوى واللي هي توجد خلفيتها الاجتماعية فك المئات الألاف اللي خرجوا كانت هي ضيعت الفرصة التاريخية في أوروبا وقت جات الفاشية والنازية وكذا كل الليبراليين واليساريين والقوميين والوطنيين كلهم جبهة واحدة لأن الخطر فعلا الخطر اليوم ما في ذلك الجناح المتقدم في النهضة والمتنور في النهضة كان على الجبهة الشعبية أن تقفز على مبادرة محمد الجبالي لأن مع الأسف أنه أن مبادرة محمد الجبالي كانت الثمرة الأولى لدم شكري بالعيد ما كانش النهضة بستقبل حكومة غير متحزبة الأمين العام يدعو إلى حكومة غير متحزبة لا حكومة حيادية كانت ممكن أن تكون هي قاطرة الأمل كان رفضوها ما حبوش يحضروا انت تتكل عريس اذا بتدخل معناها انت تدخل للاجتماع نتاع حمادي جبالي نتاع حزاب معناها تدخل وانت مرفوع الراس انك تصعب معناها بالنسبه لك انت حان اللي حمل امامي ان يتخلى عن الدور الابدي ثم الان فيه ثم الان كلام سياسي رغم ذلك انا الدعوه لاسقاط النظام وغير ذلك معناها ضد التيار العام نتاع المجتمع ما حتى واحد يدعو لي لا نداء تونس ولا استمراريه الدوله واجبه ولا اي حزب من الاحزاب، الناس الكل يقول لك انا ضد الفراغ السياسي مع المجلس التاسيسي الحالي، المجلس التاسيسي معطوب ولكن الانسان يمشي بسياره معطوبه خير ما يمشي على ساقيه، فهمت؟ يلزم اصلاحك السياره هذيك حتى توصلنا الانتخابات بالنسبه للهشمي ترودي من قتل شكري بالعيد هم الذين يريدون دفع البلاد الى الفوضى هم الذين ضد الحرية وضد توازن سياسي حقيقي في البلاد لأن أنا أعتقد أن الخطوات اللي الصورة اللي ظهر بها شكري بالعيد مؤخرا وآخر حديث أظن ألقاه آخر حوار أجراه في نسمة دعا فيه إلى مؤتمر ضد العنف وقال نقف مع تونس نقف مع العمال نقف مع الأعراف نقف مع الناس كل كان ثم فكرة ما يسمى بالوحدة الوطنية كان هناك سير نحو نضج سياسي وكان جبهة شعبية ربما كان جبهة شعبية بوجودها سيكون لها وزن أخر أسلافها الآن أنها كانت تسير نحو منحة أكثر واقعية وأكثر عقلانية وأكثر ارتباط بخصوصيات الواقع التونسي في هذه المرحلة الصعبة ويمكن أن تعود هل سيكشف يوما على قاتل شكري بالعيد؟ هل سيكشف يوما عن قاتل شكري بالعيد؟ التجارب الكبيرة في الاغتيالات السياسية لا تطمئن بالاغتيالات الكبرى التي وقعت سياسية الحريري كينيدي غيره وغيره وغيره لم تفض إلى الآن ولهذا ممكن سنوات وسنوات مش يكتشفوا الحقيقة خاصة إذا هناك جهات ومخابراتية وغير ذلك لأن الاغتيال السياسي هو الاغتيال اللي حاول أن لا يترك أثر وحتى إذا وجد أثر يقطع يطمس تقع القطيعة اللي أنت معك تلقى الخطوة الموالية في التحقيق فهمت رحم الله وشكري بالعيد لكن في رحم الله وشكري بالعيد اغتنم هذه الفرصة أولا لأترحم على شيوخ برسبكتيف الذين فارقونا خلال هذه العشرية وهم نور الدين بن خذل وحمد بن عثمان الرداوي محمد بن جنات محمد الشرفي وشيخ اليساريين جورج عدة والشهيد شكري بالعيد الذي دفع دمه وأعتقد أنه سيثمر
مسك الختام سنتحدث ونفتح ملف الصحافة، وأنت الصحفي ورئيس التحرير بجريدة المغرب. ننعم بهامش وسقف طيب الحقيقة بعد الثورة في الصحافة، لكن هل ترى هذا الهامش وهذا السقف سيتم يعني دعمه أكثر فأكثر، أم سيتم تضييقه خاصة مع عدم التوصل لصيغة معينة لإقامة هذا المجلس الأعلى الاتصال أو الهيئة العليا للاتصال في كل مستويات الإعلام العمومي والإعلام، وحتى وإن كانوا يصفونه بإعلام العارف، أنا لأن اعتبرنا الإعلام التونسي بعد سنوات 50 سنة أو 30 سنة من الكبت، أنه ولنا طاقات عظيمة في الإعلام التونسي، وهي بدأت تتنور وظهور بدأت تتفتح في، ولكن كانت مكبوتة كانت غير قادرة، ولكن الآن بعد سنة أو سنة ونصف لاحظ أن هناك تطور في المهنية، أن هناك تطور في ثقافة المنشطين وثقافة، لأنه كانوا يجهلوا المعارضة، ما كانت تقرا ما كانت تعرف، لو يجي واحد يتحدث يعمل حديث مع نجيب الشابي وما يعرفش تاريخ الحزب نتاعه ولا حزب المسار ولا حزب الاشتراكيين الديمقراطيين. انا كنت مع الصحفيين عملنا في جريده المغرب، انا خاصه في السنه الاولى كان عمل تأطيري الى جانب العمل الصحفي، وكان يلزم التوثيق يلزم تكوين متفائل انه هذا، حيث أن أنا, انا 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 متفائل، والكسب اللي يسموه كسب حريه الصحافه انه لا يمكن التراجع فيه. هناك حاليا مع الاسف تجاذبات حول الهيئة المستقلة للإعلام، وهناك فكس المحاصصة، نحن مرضى بحاجة تسمى المحاصصة، ومرضى والمحاصصة تعني في نهاية الأمر تعني مصادرة المستقبل، ونحن لا نريد أن نصادر المستقبل. المحاصصة في الهيئة العليا يعني مصادرة الانتخابات الجاية، المحاصصة في هيئة الإعلام يعني المصادرة للمرحلة الجاية. ثم عملية التأسيس الآن تحاول أن تصادر المستقبل، ونحن ضد المصادرة، ضد هذه المصادرة. إذن مشاهدينا بهذه الكلمات نختم هذا اللقاء، هذه الشهادة مع الأستاذ الهاشمي الترودي المناظر السياسي اليساري وكذلك الكاتب الصحفي. شكرا لك سي الهاشمي. شكرا. إذن مشاهدينا ألتقي وإياكم بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل في شاهد وشواهد، في شهادة جديدة. دائما التواصل عبر البريد الإلكتروني شاهد وشواهد @tunisia.tv.an، وكذلك عبر صفحتنا على الفيسبوك شاهد وشواهد بالعربية. إلى اللقاء.